ايه هي البنفيتس اللي تقدم الى الموظفين بشكل عام؟ المزايا اي امتيازات بتقدمها الشركات للموظفين بالاضافه الى الراتب؟ تقدم العديد من مجموعه تنافسيه من المزايا عشان تجذبهم الى العمل. في بعض الاماكن او الشركات بتجعل المزايا اختياريه، بينما البعض الاخر بيكون ملزم بموجب القانون زي التامين الاجتماعي والاجازات السنويه والرسميه، فدي مزايا قانونيه رسميه. المزايا بتشمل التأمين الصحي الخاص، ودي ميزة عادة بتتواجد في المنشآت كلها، ودي معناها إنه بيتم دفع للشركات التأمين الطبي الخاصة مبالغ في سبيل إن الموظف بيبقى معاه كارت التأمين الطبي، بيروح أي مستشفى أي عيادة وبيخلص نفسه. عادة بيبقى فيه ليميت أو حدود للتأمين بتاعه، يقول لك مثلا ده ليك في السنة 20,000 جنيه، للموظف لمراتك 5,000 أو 10,000، فأنت عملياتك بقى وكل الأمور دي بتشتمل على هذا الجانب. التأمين على الحياة، وده في حالة وفاة المستفيد بيصرف لأسرته مبلغ أو لأي شخص أنت بتحدده كموظف كمستفيد من البوليصة، ودي أيضا من ضمن المزايا. الأجازة، والمقصود بها الأجازات غير الأجازات الرسمية والأجازات السنوية، ودي المقصود بها زي أجازة الوفاة وأجازة الزواج وأجازة المولود الجديد. نظام المعاشات، المعاشات عند بلوغ سن التعاقد، وده عادة للأموال المخصصة لتزويد الموظف بمعاش تقاعدي أو عندما يتقاعد من حياته، فدي أيضا يجب أن يتم أخذها في الاعتبار عند الحديث على هذا الموضوع. التطوير المهني والتعليم المستمر، في بعض الشركات كتير جدا بتدفع دورات غالية جدا في سبيل شهادات جامعية أو شهادات خاصة بالمجال عشان يرفع من كفاءة الموظف. طبعا لو الموظف مشي في خلال 5 سنين بيدفع كامل التكلفة، او لو 3 سنين بينسبوا له ان انت قعدت 3 سنين فبيتخصم من المبلغ الاجمالي. من ضمن ايضا مزايا العمل عن بعد او من المنزل او رعايه الاطفال او السكن والانتقال، في بعض الاماكن بتديهم هذه المواضيع، فدي من ضمن المزايا التي يمكن انها تعطى للموظف. وعاده الشركات بتستخدمها ايضا لجذب الموظفين، لان كلما كانت هذه المزايا موجوده كلما لفتت انتباه الموظفين وساعدتهم على الانتقال. وبالتوفيق باذن الله.